طيب يا جماعة، ازاي ممكن يبقى عندنا نظام صحي وسليم وكمان عندنا تغذية صحيحة وسليمة بالنسبة للأبطال الرياضيين؟ ده شق. الشق الثاني، ازاي هنا ممكن نتجنب المنشطات؟ طبعا زي ما قلت من شوية ان احنا عندنا 5 حالات في رفع الأثقال، وكمان كان غيرها في ألعاب أخرى، ان احنا بيكتشفوا ان هم واخدين منشطات، والمنشطات دي للأسف بتبقى داخل مكملات غذائية، والمكملات دي مش مكتوبة عليها ان هي يوجد بيها مثلا الحاجة دي المحظور منها اللي هو المنشط اللي بيكتشفوه. علشان بقى نعرف بشكل أكبر وبشكل يعني علمي، هيكون النهاردة ودلوقتي معايا كابتن عبد الله سيد، هو أخصائي التغذية وإصابات الملاعب والتأهيل. ازاي كابتن؟ ازاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله فضل ونعمة. كله تمام؟ الحمد لله فضل ونعمة. طب كابتن، يعني في البداية كده عايزين بس ندي يعني فكرة عامة للناس، يعني الدور اللي المفروض حضرتك بتقوم بيه كأخصائي تغذية وإصابات ملاعب وتأهيل، لأن في ناس كتير جدا شايفة إن دايما يعني دور حضرتك، ما يعني انا اسف، ان هو مش مهم بالنسبه للعيبه، او مش مهم بالنسبه فعلا للمنتخبات، او مش مهم بالنسبه لنا كرياضات. فمعلش حضرتك برضو يعني وضحنا اكتر. معلش انا بعتذر يعني. لا ما تعتذرش، ده واجب علينا. اولا انا برحب بحضرتك وبرحب بالناس الموجودين كلها والساده المشاهدين. بس احنا بنتكلم عن التغذيه، ده علم كبير ولازم نعرف ايه التغذيه، ايه فائدتها، وايه هي اساس التغذيه دي كلها. التغذيه ده علم عباره بيدرس كل الاكل اللي انت بتاخده وتخش جسمك عن طريق الفم، من حيث الهضم، من حيث اخراجه، من حيث بناء العضلات، من حيث الهدم. كل ده علم التغذيه. بشرح بطريقه مبسطه برضو عشان الناس معانا، مش عايز اتمعن برضو اكتر، بس احنا بنشرح بطريقه مبسطه. تمام. بعد كده عند عناصر التغذيه بتكون عباره عن ايه؟ عندي ثلاث عناصر للتغذيه. عند اول عنصر الكربوهيدرات، ده يعتبر المصدر الرئيسي لامداد جسمك بالطاقه. ده هنقدر نوضحه لحضرتك دلوقتي. تمام. عندنا تاني عنصر الدهون المفيده، هنبدا برضو نوضحها. عندنا مشبعه وغير مشبعه. الله ينور على حضرتك. طب وعندنا تالت عنصر هيبقى البروتين. فدلوقتي هنتكلم على عناصر التغذيه، لازم تكون عناصر متكامله. ما ينفعش اللاعب في رياض مثلا كره القدم او البيسبول او الجري مسافات طويله يبدا يعتمد على عنصر من عناصر التغذيه ويهمل بقيه العناصر بتاع التغذيه. ده وانا هياثر عليه في ايه، هنبدا نوضحه لحضرتك دلوقتي. بس انا بتكلم دلوقتي عن اول عنصر من عناصر بتاعتنا اللي هو الكربوهيدرات. دلوقتي اللي يعتبر ده المصدر الرئيسي لامداد جسمك بالطاقه وامداد اي خليه في جسمك. ده البنزين بتاعك بالظبط. ده البنزين بتاع السياره. تمام. يعتبر زي البنزين بتاع السياره. ده يعتبر جسمك بيحتاجه. بنقسم بقى الكربوهيدرات عندك لثلاث اجزاء، اللي هي احاديه السكر، ثنائيه السكر، متعدية السكر. هنوضحها برضو الناس بصوره بسيطه. تمام. ايه الكربوهيدرات؟ الاحاديه السكر اللي هي سكر الدم، اللي هي الجلوكوز، اللي هو بنقسم الفركتوز والجلاكتوز، اللي هو سكريات الفاكهه الفركتوز، والجلاكتوز اللي هي المنتجات الحيوانيه النباتات الثدييه اللي هي المنتجات الالبان. تمام. تمام. ديت هو بالمعنى الابسط برضو اللي هي السكريات السيمبل كارب، اللي هي السكريات البسيطه اللي لسانك يتذوقها، ما ياخدش وقت فيها، على طول بتخش عن طريق مجرى الدم. فبتخش على طول على ايه؟ على الدم على طول، بتخترق الجلد ده. تاني حاجه عندنا السكريات المتعدده اللي هي بتمثل في السيلولوز والمالتوز. دي سكريات برضو عندنا. نتكلم بقى النوع الثالث اللي هي السكريات المتعدده. ده اهم نوع، اللي هو الخاص بي، اللي بيقعد في جسمي، اللي من خلاله بيتخزن في مخازن الكبد، وبناء عليه بيروح للمسلز، للعضلات، اللي هو متمثل حضرتك في ايه؟ متمثل في النشا، متمثل في الجلايكوجين، متمثل عندنا في السيلولوز. نتكلم طبعا النشا احنا عارفين ايه، هنتكلم دلوقتي على الجلايكوجين اللي هي المصادر الموجوده فيها الجلايكوجين. ان التغذيه عندي في الكربوهيدرات من خلال الجلايكوجين بتقعد فتره اطول، اللي هي اعتبرت كومبلكس كارب، اللي هي الكربوهيدرات المعقده، اللي هي بتقعد في الدم وبتقعد في الامعاء لمدة 2 لـ3 ساعات. تمام. عشان تبدأ تروح للدم بتاخد 2 لـ3 ساعات، بيبدأ انزيم في المعدة يهضمها، فديت بتتخزن عن طريق الكبد، وبناء عليه لما العضلات بتحتاجها أثناء الرياضة اللي احنا بنمارسها، بتبدأ تطلع دلوقتي معانا على صورة قوة انفجارية من خلال مخازين الـ ATP CD اللي هي ثلاثي أدرينال الفوسفات. هنبدأ نشرحه لحضرتك دلوقتي. طيب كابتن، هروح معاك للآخر الأول بقى. تمام، مفيش مشكلة. يعني هبدأ معاك بالخبر بتاع رفع الأثقال، وللأسف ده يعني خبر بالنسبة لي حزين جدا، إن احنا عندنا 5 أبطال مش هيشاركوا في الأولمبياد اللي جاية. وكان يعني ممكن نبقى ضامنين على الأقل منهم ميدالية ولا 2 أو 3 أو يمكن 5، هم توقفوا للأسف يعني. هنا المشكلة عندنا كبيرة جدا، إن اللعيبة أغلبيتها كلها بتستخدم المكملات الغذائية. هل هنا عندنا لازم المكملات الغذائيه دي يبقى موجوده وبيستخدموها كل ابطالنا ولاعبتنا في مختلف الالعاب؟
يعني مفيش بديل عنها؟ لا طبعا، هو القصه كلها تكمن في التغذيه بتاعتي الاساسيه. انا دلوقتي كلاعب كره قدم او كره سله او لاعب ملاكمه او لاعب رفع اثقال، ببدا دلوقتي العب خلال السيزون بتاعي بلعب على القوه الانفجاريه بتاعتي. انا مثلا دلوقتي لاعب كره قدم، في هبدا اوضح لحضرتك بس جزء عشان الطريقه العلميه عشان اوضحها للناس. في حاجه اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يعتبر ده المفاعل النووي اللي موجود جوه كل ماسلز، كل جوه عضله وكل خليه. فازاي من خلال الميتوكوندريا ازود عندي المخزون بتاع الطاقه، ازود القوه الانفجاريه بتاعتي. سواء احنا دلوقتي بنلعب في رفع اثقال، عندي دلوقتي انا بلعب طول السيزون بتاعي بلعب وافحت نفسي وبهدل نفسي عشان لحظه او كام ثانيه عشان اطلع قوه انفجاريه عشان اوصل الدنيا دي كلها ميداليه. بالظبط بالظبط، عشان ميداليه. وطبعا عندنا الالعاب الفرديه في مصر طبعا تحترم وتشال على الراس، بس القصه كلها ازاي التدريب بتاعي ماشي. انا في خلال السيزون بتاعي ببدا اقسم عندي الاجزاء اللي انا بلعب عليها. انا دلوقتي عندي المشكله مثلا في السناتش، في الناتش بتاع الوزن، في الباور، الكلام ده كله، في البول، في البوش، في السحب، في الاجزاء دي كلها بيبدا من خلال ترين المدرب بتاعه، بيبدا يوضح له الاجزاء دي عنده نقطه ضعف في كذا. تمام. لا اقويها له اثناء السيزون، عنده نقطه ضعف في كذا في كذا في كذا. بتمرينات. بتمرينات، تمام. لكن مش بمكملات غذائيه. ما انا هاجي لحضرتك السؤال، بس هو لازم كله موضح لحضرتك. ماشي، بتمهد له حقك كابتن. تمام، عشان تفهمنا النهارده واحده واحده. بالظبط، فاحنا واحده واحده، لان بعض الناس بتتكلم لا ما تاكلش مثلا سكريات، طب ليه؟ طب انا عايز افهم ليه، اشرحها لي بالطريقه العلميه والعمليه، اصل احنا مش هنتحايل على البايوميكانيك، دي الميكانيكا بتاع الحركه، من سواء الاداء الرياضي بتاعنا عشان ما احملش على الاربطه، ما يجيليش اصابات، ما يجيليش كذا كذا كذا، سواء تاني حاجه بتكلم عن التغذيه السليمه بتاعتي، انا عايز التغذيه بتاعتي عشان تدي لي قوه انفجاريه اثناء التمرين. بالظبط. معلش من مخزون اللاكتيك اسيد، المخزون ده المسؤول عن الحرقان والاجهاد بتاع العضله، طبعا لو تراكم مخزون اللاكتيك اسيد ده وانا المدرب ضغط عليا اثناء التمرين، اثناء التمرين بيتخزن معايا اللاكتيك اسيد ده في الاربطه، والاربطه ديت اللي نهايه ماسكه كل عظم والاوتار، ماسكه كل نهايه عظم، فيبدا يتخزن الكلام ده كله، احس بوجع، احس بحرقان، احس باجهاد، يبدا المدرب يضغط عليا، ما ادانيش فترات الاستشفاء والراحه الكامله. بناء على ايه بقى فترات الاستشفاء والراحه الكامله بتتم؟ بتتم عن طريق كذا حاجه، اول حاجه فيها طبعا التغذيه، احنا التغذيه تعتمد عليها في الرياضات بنسبه 50%، بعض الرياضات بنعتمد عليها بنسبه 60%. بس احنا دلوقتي هنتكلم على انواع برضو معروفه ومحدده للناس في التغذيه، بس احنا بنتكلم دلوقتي ايه المصادر بتاع التغذيه بتاعتي. زي ما وضحت لحضرتك المصادر بتاع الكربوهيدرات اللي انا هبدا اخزنها في خلال الجلايكوجين اللي هو موجود في الكبد عشان يروح العضلات. تاني حاجه من عناصر التغذيه اللي مهتمين بيها واساسيه معانا اللي هي الدهون المفيده. طبعا عندي الدهون المشبعه والغير مشبعه، استرايتد فات والانسترايتد فات. الدهون ديت موجوده في ايه؟ طبعا الدهون المشبعه اللي موجود في السمنه النباتي، الزيوت المهدرجه اللي احنا بناكلها من الشارع او ممكن نجيبها الناس دي اللي هي المضره بالنسبه لنا. بالظبط. تمام. بتجمع فاتس في الجسم ما استفادش بيها، بتعلي من هرمون الكورتيزول، بتسبب عند السمنه الدهون البيضاء، وانا عايز دهوني تبقى دهون بنيه، هبدا اوضح لحضرتك الكلام ده كله. اللي هي الدهون المفيده. بالظبط بالظبط. نتكلم دلوقتي عن ثاني نوع اللي هو استرايتد فاتس، اللي هي الدهون المشبعه واللي احنا محتاجينها. زي مثلا زيت الزيتون، نتكلم في زيت الزيتون الكولد مش الهوت، يعني في زيت زيتون بقى معمول، اشوف على العبوه مكتوب عندي ايه، ما اشتريش اي حاجه من الزيوت. من السوبر ماركت وانا مش عارف ايه الموجود جواه، ابدا اشوف بقى معمول زيت الزيتون ده معمول كولد. تمام. على البارد، ما يبقاش معمول على السخن، اللي هو اتعامل على السخن يبدا يتفاعل مع الحراره وهيبقى زيه زي الزيوت النباتيه. الزيت العادي. بالظبط. مش هستفاد منه اي حاجه. عندي السمن البلدي والزبده اللي هم البلدي. البلدي. السمن البلدي هو بيبقى اغلى شويه بس بلدي يعني. بالظبط. لا ليهم طبعا. ليه بقى هم دول كلهم؟ لانه فيهم حاجه اسمها ميديوم فاتي شينز، اللي هي دهون سلسله، دهون السلسله اللي هي قصيره المدى. يعني قصيره المدى انا مش هتاثر معايا على الاجزاء بتاع جسمي، بالعكس جسمي بيحتاجها عشان عندي الدهون 9 سعرات حراريه. الجسم بيستفيد منها، بيستعين بيها علشان خاطر يحرقها. الله ينور عليك. فحضرتك في الرياضيات اللي انا بتكلم عليها سواء في كره القدم هاخدها بكام بيزل ميتابوليك ريت، هبدا احدده اللي هو السعرات الحراريه اليوميه للاعب بتاعي، عنده مثلا محتاج 2000 كالوري، ببدا احدد معاه النسبه دي كلها، باخد منهم 60% كربوهيدرات،
ببدا اخد منهم نسبه 15% فاتس ل 10% حسب برضه هو بيلعب في انهي جزء في ده. بيتعمل طبعا من خلال ان بادي اللي هو المفروض بيعمله من خلال ان هو حرق قد ايه في اليوم بالظبط، هل هو بيشتغل ولا ما بيشتغلش، بيتمرن كم مره في اليوم، كل ده بيتم تحديده من خلال الاخصائي او المتخصص يعني. تمام. بيتم تحديد الكلام ده من خلال اخصائي التغذيه او دكتور التغذيه المتابع معاهم في الملعب، ولازم طبعا اللاعب يلتزم بكل القواعد اللي بيقولها له. بالنسبه هياكل كميه الكربوهيدرات بتاعته طول اليوم 60% من البيزل ميتابوليك ريت، تمام، اللي هو السعرات الحراريه اللي بيحرقها طول اليوم. هيبدا يحددها له المدرب عباره عن كذا 1 2 3 بلس طبعا الاخصائي اللي هو بتاع التغذيه بيوضح له الكلام ده كله. هنيجي نخش على النقطه الثانيه اللي هي الفاتس، ثاني عنصر من عناصر التغذيه، بيبدا يوضح له هو محتاج قد ايه عشان هو بيلعب في انهي جزء في الملعب. طب معلش احنا كده رحنا لزيت الزيتون، تمام، من الحاجات الكويسه، والزبده النباتي، الزبده اللي هي الطبيعيه، تمام، او السمنه البلدي برضو بنفس الكلام اللي هم الطبيعيين، وزيت بذره الكتان، وزيت بذره الكتان، وايه تاني برضو من ضمن الحاجات؟ المكسرات طبعا، المكسرات طبعا ديت، الخضروات النباتات الخضراء كل ديت، برضو الحبوب الكامله دي برضو فيها زيوت مفيده للجسم. طب احنا هنا المشكله عندنا يعني موجوده داخل بقى المكملات الغذائيه، يعني ما شاء الله ربنا انعم علينا بنعم كتيره جدا في الدنيا، بتغذيه باشكال مختلفه والوان جميله جدا وكلها حاجات مفيده لينا ولاجسامنا. ليه الابطال بتوعنا وللاسف يعني مدربينهم بيخليهم يستعينوا بالمكملات الغذائيه في حين ان احنا عندنا حاجات تانية برضو تعويضيه، هل بيستسهلوا؟ هو جزء منه بيبقى استسهال والجزء الثاني تسرع، يعني هو دخل السيزون هل دخل متاخر؟ هل دخل براحته؟ هل المدرب معاه عايز يوصل معاه يوصل الميداليه بتاعته او يوصل الهدف بتاعه بسهوله؟ طب انا عايز اوصله وقت عشان استعين بيه فيما بعد، يعني عايزه فيما بعد يكون معايا كونكت، مواصل معايا للرياضه بتاعته والاجزاء بتاع التمرين بتاعته تكون متواصله، ما حسسنيش باي مشكله في التغذيه عنده، اي مشكله في الاربطه، اي مشكله في المفاصل، لان عندي دلوقتي في 7 اجهزه في جسمي بشتغل عليهم. الناس بتخش تلعب على الجهاز العظمي وتهمل بقيه الاجهزه، في عندي الجهاز العضلي، في الجهاز المفصلي، في الجهاز الدوري التنفسي، في الجهاز الليمفاوي اللي هو البنكرياس والكبد والطحال، اجزاء ديت الفسيولوجيه الداخليه، في الجهاز العصبي، ما ادراك ما الجهاز العصبي، ماسل سيستم، كل الدون بنشتغل عليه. بناء عليه المدرب بيبدا يظبط الكلام ده كله عشان اللاعب يخش السيزون بتاعه. هو مين هنا اللي مين هنا اللي بيقرر؟ المدرب ولا الطبيب المتخصص او اللي هو الراجل اللي المفروض عنده كمان، انا يعني اكتشفت مؤخرا ان في كمان متخصص للمنشطات بس. تمام. صح الكلام ده؟ صح. في دلوقتي متخصص عندنا الاخصائي التغذيه الرياضيه، في متخصص ومتخصص للتمرين. في متخصص للاداء الرياضي سواء هو هيطلع على المسرح، سواء هو في اداء الاوضاع بتاعته، سواء في اخصائي اصابات موجود معاه. يعني الحل هنا عند مين؟ انا برضو عايز ابص الحل كله متكامل مع يعني هو كله متكامل هنا. المفروض اللعيب البطل بتاعي ده اللي انا عايز احافظ عليه، اللي عايزه يجيب لي مراكز متقدمه وميداليات في كل البطولات اللي بيشارك فيها وميداليه اولمبيه، دي حاجه مش قليله، وفي حين انا خسرته يعني للاسف، يعني اوجهه عند مين الاول؟ يعني هنا مين اللي يمشي معاه من البدايه لحد ما يروح للمدرب والمدرب يصنفه ويخليه من الناس الممتازه ويشارك في البطولات؟ اللي بيوجهه واللي المفروض يوجهه حضرتك اللي هو الجهاز بتاعه، الجهاز الفني بتاعه، بيبدا يقعد مع اخصائي التغذيه، اخصائي الاصابات، منسق الاحمال، يبدا يقعد مع الثلاثه دول، يبدا يقعد مع الناس دي كونكت، يجتمعوا اللي هو يطلعوا من دون بذره البطل اللي موجوده ازاي ينموها وازاي يطوروا منها وازاي يقللوا منها الاصابات، ما اقعش عليهم في اي اصابات. يا كابتن هي بتكون موجوده عندهم وبتروح، يعني هي بتكون عند اغلبيه اللعيبه عندنا، وللاسف يعني انا مش عايز اقول فعلا بدون وعي، سواء بدون وعي من اللاعب، بدون وعي من المدرب، بنفقد اللاعب ده والبطل ده فعلا من خلال المنشطات او من خلال المكملات الغذائيه. ما هي دي الكارثه اللي عندنا اللي احنا واعيين فيها. بيحصل معاه اللي هو بيعرضه ويديه له منشطات او مكملات غذائيه. هنتكلم برضو ونرجع تاني للتغذيه. التغذيه دلوقتي انا في سورسز داخليه بجسمي بيجمعها عشان يبدا يطلع الباور اثناء التمرين او اثناء الرياضه اللي انا رايحه للبطوله. فانا خزنت جسمي مع الاداء الرياضي، وصلت للتكنيك والاداء المطلوب اللي هو مطلوب مني اثناء الاعداد، وصلت له، ممكن ما يكونش اللاعب وصل له، فيبدا المدرب يوجهه لايه؟ للسبلمنتس اللي هي المكملات الغذائيه. هو دلوقتي حضرتك مش بني ادم طبيعي زينا، هو بيتدرب الصبح، بيتدرب بالليل لعدد ساعات مفروض معينه عشان بيحصل فيها ريكفري، يحصل له ادابتيشن،
الكلام ده كله ما بيبداش ياخدها بفترات معينه او فترات مناسبه اللي هي تناسب الاستشفاء العضلي اللي هو بيوصل له. فبيبدا المدرب بتاعه يستعين بحاجات ثانيه، بيستعين بسورسز خارجيه. طب هنا بقى المدرب او اللي المفروض بيجيب الحاجات دي بيقرا بس المكتوبه على العلبه من بره، ولا المفروض الحاجه دي تعملها تحاليل مثلا او يتعمل لها عينه تتاخد منها تروح معمل؟ هو الاصح والاشمل والاعم اللي هو المفروض يتعمل لها تحليل وعينه. ليه؟ لان حضرتك ممكن يكون الكواليتي اللي موجود معايا بتاع العلبه ديت نفس الكواليتي اللي موجود في علبه ثانيه، بس الانبوت اللي موجود جوه اللي موجود جوه مش نفس الخامه. اي بالظبط، ما دي مشكله اهو. بالظبط كده، ما دي ده بيخش فيها حاجات فيها مش عارف بودره سيراميك وحاجات كده. ده لو يرجع حضرتك هيرجع للوزارات اللي هي عدم الرقابه على السبلمنت، برضو موجوده عندنا ما فيش رقابه عليها يا كابتن. أنا المشكله عندي حتى لو احنا يعني في رقابه او الرقابه الى حد ما مش موجوده على السبلمنتس مثلا بشكل كبير، انا بتكلم على ابطالنا على ان هي تخش اصلا اللعبه دي ازاي، ان هو ازاي المدرب يسمح ان يجيب يستعين هو لازم كل لعبه نستعين بيها بالمكملات الغذائيه؟ ما انا لازم لا ما انا استعين بيها حضرتك في بعض الحالات، يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي في بعض الحالات انا مش قادر اوفي جسمي من احتياجات اكل وشرب. بمعنى ايه؟ انا مش كل يوم هقدر اكل 5 كيلو لحمه او 3 كيلو لحمه. بمعنى انا جسمي لازم يخش لي نسبه كرياتين، ولازم يخش لي نسبه جلايكوجين عشان تخش العضلات عشان تقوي معايا عشان تساعدني ان انا اعمل قوه انفجاريه اثناء التمرين او اثناء البطوله. فالكلام ده كله دي سورسز داخليه المفروض جسمي يعتمد عليها عشان ازود الميتوكوندريا اللي هي بيت الخليه وابدا اقوي المسلز معايا. فدلوقتي جسمه ما قدرش يوفي الاحتياجات دي كله، بيبدا يلجا لحاجات خارجيه. يعني مثلا هو دلوقتي واخد 5 وجبات طول اليوم او 6 وجبات الميل بتاعته، بدا اخلص فيها كل الكالوري اللي جسمه محتاجها طول اليوم. بس عند حضرتك الحرق شغال والبونه شغال تمام، فبيبدا بعد كده المدرب يوجهه لحاجات معينه. يعني في حاجات بتبقى فيها كرياتين، في حاجات فيها جلايكوجين، في حاجات فيها اللي هي السبلمنت المكملات الغذائيه بتخش عن طريق الدم على طول. فيها نسبه بروتين شيك وبنسبه مثلا 25 جرام، نسبه الفاتس موجوده قد كذا، نسبه الكارب موجوده قد كذا. بيبدا الكلام ده كله يخش معانا للاعب لجسمه عشان يحصل له ادابتيشن، يحصل له تنميه ويحصل له تكيف ويحصل له بناء للجهاز العضلي بتاعه. فهو المدرب لما بيبدا يتوجه للكلام ده كله بيتوجه كتكمله لاحتياجات جسمه من اكل وشرب. لكن الغلطه اللي احنا نقع فيها او وقعنا فيها اللي احنا دلوقتي بنمنع الاكل والشرب ونعتمد على السبلمنت بنسبه اكتر من التغذيه الطبيعيه. المكملات الغذائيه. بالظبط كده. طب يعني كابتن هنا ايه الفرق بين المكملات الغذائيه والمنشطات؟ لو عايزين نصنف الاثنين يعني بعد عن بعض. تمام، هو في فرق طبعا كبير بين الاثنين. هنتكلم عن المكملات الغذائيه اللي هي السبلمنت، بنتكلم اللي هي انا اللي موجوده في بتاخد عن طريق الحبوب، بتاخد عن طريق الفم، سواء في بروتين شيك سواء في امينو. كل حاجه ليه وظيفه. بنتكلم عن البروتين، ده بيخش عن طريق مجرى الدم على طول بعد التمرين، بيخش على العضله يخترق الدم، يخش يعدش على الجهاز الهضمي فطبعا مهضوم على طول، بيخش يعمل معايا ضخامه للعضله. تاني حاجة عندنا بتكلم بقى في الانجكشن اللي هي الحاجات اللي هي الحقن اللي بناخدها في الوريد. بالظبط، او اللي بتتاخد في العضلة. بالظبط، بتتاخد عن طريق العضلة، بتاخد عن طريق الوريد. الكلام ده كله ايه اضرارها وهو ليه هم اصلا بياخدوها؟ دي بياخدوها اصلا في حاجة بتشتغل على الجروس هرمون، لان العضلة عند حضرتك لازم الجروس هرمون يبقى عالي عشان العضلة معاك تكبر والعضلة معانا تستفيد بشكل احسن والعضلة معانا تقدر تخدمني وتفيدني وتسندني في الاداء الرياضي بتاعي. فكل الكلام ده بيبدا يعتمدوا عليه. فنبدا بعد كده بيشتغلوا برضو على الجي اتش. فالجي اتش دون اصلا يعني الجي اتش مثلا الطبيعي بتاع الانسان الطبيعي ممكن يقعد بيقعد فايدته في الدم النمو، يقعد يعني النمو فتره النمو، فتره النمو بيقل شويه لما بيعدي سن ال 20 حاجه و20 تمام. بس احنا بنتكلم بقى على البني ادم الطبيعي. احنا بنتكلم دلوقتي هو بيقعد في الجسم بيستهلك من الجسم نسبه 10 دقائق لربع ساعه وبيموت. فهم بيبتدوا يعتمدوا على مصادر خارجيه. ايه المصادر الخارجيه دي ووظيفتها ايه؟ اللي عند الجروس هرمون والجي اتش بيقعدوا في الجسم لمده 8 ساعات، وفي حاجات بتقعد ل 12 ساعه، وفي حاجات اسمها فتره عمر النصف بتقعد في جسم. يعني كل 8 ساعات يجي بقى مثلا هو بالدمي مديني 100 مللي هيبدا يديني 50، فكل الدون جسمي محتاج العضله. وطبعا دي كلها حاجات يعني بالنسبه لنا مضره طبعًا. ومش مش صحيحه ولا سليمه، بتأثر معايا على الجهاز جدا طبعا يا جماعه. وما يعني ارجو ان الناس اللي بتحب الجيم بالاخص يعني تمام، اغلبيه الحاجات دي في النوادي او في الجيمات يعني
بتتباع كده عادي، الجروس هرمون، التستوستيرون، الحاجات دي كلها بالنسبه لنا بقت خلاص زي اللب والسوداني. لو سمحتم لو سمحتم اعملوا تحاليل قبليها، وبلاش اي حد يقول لك اي حاجه ويلعب في دماغك، يبقى ده صح. لان لا قدر الله يعني بتكون عرضه لحاجات اكبر بكتير جدا انت مش واخد بالك منها في الوقت الحالي. طبعا كابتن عبد الله نورتنا جدا، واكيد هيكون كمان لنا لقاءات اخرى ان شاء الله في الفتره اللي جايه، لان الموضوعات دي اكيد طبعا مهمه جدا، وانا استفدت منك والله بجد بشكل شخصي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. شكرا جدا ليك. الله يكرمك يا جماعه. كده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من ان بوكس سبورتس، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، خليكم معانا.